أيمن حسن عبد الحميد محمود شلبي. عندك كم سنة أي؟ 24 سنة. شغال إيه أي؟ على وين شبش؟ كنت رايحين فين أي؟ رحنا نسرق بالإكرابش. كان معك سلاح إيه أي؟ البندقية كانت معاه باش. البندقية الألي دي؟ بتاعتها باش. بتاعتك أيمن؟ بتاعتها باش. كنت رايحين تسرقوا إيه؟ ما كانوا عربيات باش. عربيات وموتوسيكلات؟ عربيات وموتوسيكلات باش. عند تراب اسمها تراب إيه؟ تراب السطحة باش. في شبلانجا؟ شبلانجا باش. مين اللي كان معك تاني؟ فيش الا احنا الاربعة باش. انت ومين ومين؟ محمد جمال خربوش، واحمد بدر عبد الحميد محمد شلبي، ومحمد ناجي خضر. احمد بدر عبد الحميد شلبي يقرب لك ايه؟ ابن عمي باش. ابن عمك. بتسرقوا المكنة من المواطن الموتوسيكل بترجعوله بكام؟ على حسب المكنة باش. يعني في المتوسط مبلغ قد ايه؟ حوالي اقصى مكنة بترجع بكام؟ ب 2000 جنيه باشا. 2000 جنيه. ما بيصح. محمد رأى خربوش. عندك كم سنة يا محمد؟ 18 سنة. شغال يا محمد؟ شغال في المعمار يا باشا على ونش. في المعمار. كنت رايحين فين يا محمد؟ كنا رايحين نثبت بالإكراه. تسرقوا بالإكراه. مين الزعيم بتاعكم؟ أيمن؟ أيوة يا باشا. اسمه أيمن إيه؟ أيمن حسن عبد الحميد شلبي. بدر عبد الحميد. كان معاك سلاح إيه؟ فرد يا باشا. مين الفرد بتاعك؟ هو الفرد؟ تمام. مين كان معاكوا تاني؟ محمد جمال، أيمن، محمد ناجي. محمد ناجي اتصاب. حدث اتصابته في مسرح الواقعة. اللي طلعوا عليكم كانوا كام واحد؟ اللي طلعوا علينا كانوا ثلاثة. ثلاثة ولا أربعة؟ مش عارف. أنتوا حاولتوا. كان معاهم بندقية. تمام. سمعت إن هم اتظبطوا ولا لأ؟ ما سمعتش يا باشا.